أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على اهتمام الدولة بالاستثمار في الصحة، وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس بمناسبة يوم الصحة العالمي إن الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في استراتيجية الإمارات التنموية ورؤيتها للمستقبل الأفضل لشعبها. وفي يوم الصحة العالمي نجدد التزامنا بمواصلة العمل مع الشركاء لدعم الصحة وجهود مكافحة الأمراض في العالم، انطلاقا من إيماننا بأن المرض هو أحد أكبر معوقات التنمية والسلام والازدهار على الساحة الدولية.